في هذا الحوار هو واحد من النجوم السابقين في النادي الأهلي وصاحب تجربة أيضا رائعة مع النادي الأهلي في عالم كرة القدم، ولكن ابتعد بعد تجربته مع النادي الأهلي عن الأضواء، ربما الوسط الرياضي في مصر على وجه التحديد له تجارب في العمل هنتعرف عليها أكتر في الفترة اللي فاتت، ومنها ما كان خارج مصر. هنتعرف على هذه التجربة وذكرياته ورحلة نجاحه مع النادي الأهلي، وزي ما بنأكد لحضراتكم دايما أبناء النادي الأهلي متواجدين باسمهم وتاريخهم ونجاحاتهم في كل مكان داخل وخارج مصر، داخل وخارج النادي الأهلي. ضيفنا في هذا الحوار هو نجم النادي الأهلي سابقا الكابتن صديق الجمال. كابتن صديق مساء الخير وأهلا بيك، وسعداء جدا بوجودك معنا النهاردة. الله يخليك كابتن محمد، أنا سعيد جدا أني موجود مع حضرتك وطبعا موجود في قناة النادي الأهلي، ودي حاجة كويسة جدا، أنا بتشرف أن أكون موجود مع حضرتك. وإحنا سعداء جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة يا كابتن صديق. الله يخليك. هنبدأ لو قلت للناس عناوين رئيسية عن مشوارك، عن السيرة الذاتية، الجمهور كله يعرف ومشاهدي القناة، كابتن صديق الجمال لاعب الكرة السابق، نجم الكرة السابق في النادي الأهلي. في مراحل كثيرة ما نعرفهاش عن حياتك العملية، يعني قبل وبعد مرحلة وجودك في النادي الأهلي، يا ريت تكلمنا عنها شوية. طبعا عايز تعرف الانضمام طبعا أولا. كان ليا قصه كده، كابتن انور سلامه ربنا يديله طول العمر، يعني هو اول واحد اللي هو اكتشفني وحب يضمني النادي الاهلي وبعتني على الاردن مع منتخب القاهره. وكان ازاي شافك في اي مباراه، في تدريب، في معسكر؟ شافك ازاي؟ انا كنت بلعب في البلاستيك طبعا، انت عارف حضرتك لعبت بلاستيك، لعبت موسمين دوري ممتاز وثلاث مواسم ممتاز بيه، فعملنا اكتر من لقاء ودي مع النادي الاهلي في ملعب النادي الاهلي، والحمد لله كنت متفوق جدا، وكنا بنلعب التيم النادي الاهلي الاساسي يعني. كان خط الدار كان جامد جدا، ابراهيم حسن وهاني رمزي ومحمود صالح مع حفظ الالقاب يعني، وعلاء عبد الصادق، فالحمد لله كنت متفوق جدا جدا. واحد من اقوى خطوط الدفاع اللي لعبت للنادي الاهلي على مدار التاريخ. الحمد لله بفضل الله، وكنت متالق يعني، فطبعا مش من ماتش او ماتشين، فهو برده عنده حسابات ثانيه. انت عارف النادي الاهلي وبالذات الفتره دي كان الحمد لله الوحيد اللي من بره النادي كنت انا يعني، فعشان يضموا حد لازم يكون بالكفاءة أو اللي هم شايفين أنه هو يفيد النادي في الفترة دي. فلما رحت مع المنتخب بعتني على الأردن والبحرين وسلطنة عمان. فسلطنة عمان والبحرين كان معانا كابتن شوقي حسين الله يرحمه، فجي في سفرية الأردن راح بعت الكابتن أحمد ماهر والكابتن مصطفى ونسمعي. فالحمد لله عملت ثلاث مباريات كويسين جدا وكتبوا تقرير عني ورجعوا على القاهرة. أنا قلت خلاص هيمضوني بقى، فجاي مستر فايتسا قال لازم اشوفه يعني، عشان هو كان المدير الفني، لان الكابتن انور سلامه كان راح اتحاد جده السعودي، فانا بصراحه قلقت يعني، فقلت خلاص بعد الرحله دي كلها ما اشوف الخواجه عايز ايه يعني. فنزلت الحمد لله، كان مباراه بين الاهلي وفريق ال 21 سنه، لعبت بالظبط حوالي 20 دقيقه او 18 دقيقه، لقيت الكابتن صلاح حسني بيند عليا قال لي تعالى اطلع، فالخواجه قال لهم خلاص خلصوه. فالحمد لله كان ليا نصيب، راح تاني يوم الكابتن صلاح حسني والكابتن مصطفى، بس كله كان بتوجيهات الكابتن انور، انا بشكره طبعا ربنا يديله الصحه يا رب، كان هو رقم واحد، والكابتن مصطفى كمل هو الكابتن احمد ماهر، وراح الكابتن صلاح حسني على الاداره خلصوني. انت عارف الاهلي الحمد لله علاقته كويسه جدا بالانديه المصريه، فاداره النادي بلاسيك رحبت جدا، وكان ليا نصيب ان انا انضم والحمد لله. كانت رغبتك اكيد بتبقى سعيد جدا بتلقي العرض ده، وان النادي شايفك فنيا اضافه للفريق. الحمد لله، حتى انا فاكر مقوله كابتن طارق سليم رحمه الله عليه، خدني في الغرفه تحت قبل ما اعمل اي حاجه، قال لي انت بتحب النادي الاهلي؟ قلت له اكيد يا كابتن. قال لي بس هنا هتيجي تلعب ما بتديش حد فلوس وبتاع. قلت له انا لو معايا فلوس هدي النادي الاهلي فلوس، انا عايز العب في النادي الاهلي. راح خبطني كده على كتفي وبقى فرح جدا يعني، قال لي طب انت ان شاء الله في النادي الاهلي. ايامها كانت الابعاد الخاصه بالتعاقدات ودفعات التعاقد والقيمه الماديه مختلفه عن دلوقتي، وكان كتير من الناس فعلا بيبقى في اختيارات اللاعب يقول انا اروح النادي الاهلي حتى لو العروض الماديه اللي قدامي في اماكن ثانيه افضل. طبعا يا كابتن محمد ده حلم، وبعدين النادي الاهلي طول عمره اي حد بيفكر يعني بعقلانيه هيختار النادي الاهلي، مع احترامي للانديه اللي في مصر كلها. مش بقلل برضه، في نادي الزمالك نادي كبير، بس النادي الاهلي بيتفوق في كل حاجه. اللي عنده الرغبه ان يخش النادي الاهلي مش تبقى من فراغ، شايف المنظومه ناجحه، كل واحد الاداره ليها شغل، الجهاز الفني ليه شغل، اللعيبه ليها شغل، الجمهور ليه دور كبير جدا جدا، وده اللي حببني في النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي العريقه، كان اي حد يتمنى يلعب في الاستاد، كنا بنلعب وكان فيه 70,000 80,000، ماتشات الزمالك ب 90,000 يعني، انت عايز تنزل كده تلبس فنيه النادي الاهلي، مش عايز اقول لك كنت بلعب الماتش قبل ما انزل يعني، كان حلم طبعا، والحمد لله ربنا حققه لي. وبرده من نعم ربنا عليا
زي ما قلت لحضرتك في البدايه، كنت انا الوحيد اللي من بره النادي في وسط كوكبه لعيبه كوره طالعين من النادي وموجودين، يعني حدث ولا حرج. يعني ممكن كلهم من النادي الاهلي، يعني حتى اللي قديم في النادي كان بقاله 10 سنين. يعني على ما اعتقد حماده صدقي وايمن شوقي كانوا موجودين، بس كان كل واحد بقاله 7-8 سنين في النادي. فانا لما اروح انا الاقي بقى مع حفظ الالقاب طاهر ابو زيد، ربيع ياسين، علاء ميهوب، محمود صالح، علاء عبد الصادق، كابتن ثابت الله يرحمه، كابتن اكرامي، جيل غني والمنافسه معاه صعبه والتواجد طبعا في التشكيل الاساسي صعب مع جيل زي ده. ممكن انسى حد كتير، كابتن ربيع ياسين، حتى الناس الصغيرين كانوا نجوم، يعني عادل عبد الرحمن وعمرو انور وعبد الجليل، ثلاثه تحط عليهم فرقه. فلما تلاقي نفسك الحمد لله توفيق ربنا قبل اي شيء، الاقي نفسي بلعب اساسي مع الناس دي، واروح الحمد لله من ساعه ما دخلت النادي الفتره اللي انا كان فيها مستر فايتسا، ولعبت في مركز غير مركزي بس تألقت فيه. لعبت كنت في مركز ايه قبل الانضمام للاهلي؟ انا كنت مهاجم. في مركز ايه؟ كنت مهاجم. وجمله اعتراضيه ملهاش علاقه بالامور الفنيه وتجربتك مع النادي، ده اللي راحتك. لو حبيت تبعد المايك ده شويه لان حاسس انه مأيدك في البادي لانجوج والاجابات عن الاسئله. فضل. طول الوقت حاسسك متأيد شويه. فلو ده افضل يعني. المركز اللي كنت حضرتك بتلعب فيه الاول، تجربتك قبل الانتقال للاهلي، وهل فضلت كان نفسك تفضل في نفس المركز، وتم تكليفك بمركز ايه في النادي اللي انت لمعت في الاداء فيه خلال فتره وجودك بشكل اساسي في الملعب، وايه المركز اللي كان مفضل لك في الوقت ده؟ اي حد في النادي الاهلي في الفتره دي، يعني انا اتسالت سؤال كان اول مباراه ليا كانت مع نادي المنيا في المنيا، كابتن مصطفى مستر فايت بعته لي الاوضه، كنت نايم انا وهاني رمزي، انا ما اعرفش ان انا هلعب بس انا رايح موجود، كان 16 لعيب. قال لي الخواجه بيقول لك هتلعب ناحيه الشمال، جاهز؟ قلت له قول لمستر فايس هلعب اي حته ما عدا الجون، انا عايز العب. فالحمد لله من اول ما لعبت المباراه دي، طبعا بمساعده لعيبه النادي الاهلي اللي بيخش عليهم من اي حته، لعيبه محترمه جدا على مستوى عالي من الثقافه، باكنك بقالك 100 سنه معاهم، واي حد جاي من بره بيتاقلم معاهم على طول. اعطوني الثقه كلهم ونزلت المباراه لعبت ناحيه الشمال. انا جاي راس حربه، وكنت راس حربه كويس جدا في البلاستيك، وكنت هداف ومكسر الدنيا، بس لو انا حسبتها عشان تلعب كان في حسام حسن وكان في طارق خليل وكان في ايمن شوقي. المنافسه صعبه في المكان صعبة. ده او النجوم الموجودين ايمن فيه. شوقي جه عليه بتاع 7-8 ماتشات ما بيلعبش، وجي بعد كده محمد رمضان، بس جه بعديها بعد ما مستر فايتس مشي. فانا لقيت المكان، انا مش هجادل بقى، هجادل استنى اخد دوري، ممكن ما تلعبش. على فكره انا لعبت باك رايت في الدوري الممتاز مع البلاستيك، ومن ضمنه برضو الحاجات الغريبه مستر فيصل لعبني ماتش باك رايت مع جمهوريه شبين في كاس مصر وجبت جول، لعبت باك رايت، كان مريح ابراهيم حسن الماتش ده، بس للاسف ما كانش مذيع. فانا اختيارات المكان برضو دي فكر عالي من الخواجه، ان هو ظبط لي مكان عارف قدراتي كويسه، فلو قعدت بره ممكن دي تقللني وافقد الثقه في نفسي، فلاقيني في الحته دي ماشي كويس. خفت من انك تبعد عن الملعب طبعا فتره لحد ما تلاقي فرصه في راس ممكن ما تجيش تاني، وممكن ما تجيش، فخايف ان الفورمه تتغير او ما تبقاش في احسن حالاتك من البعد عن الماتشات. كابتن محمد في نفس الوقت قلقان من فكره التحدي اني هلعب في مركز تاني طبعا طبعا، بس اختيار صعب في الوقت، توفيق ربنا. وبعدين في حته انا لعبت 5-6-7 ماتشات وديين، الفتنس بتاعي عالي جدا، انا كان عندي سرعه بسم الله ما شاء الله، يعني كان على ايام دي يعني كنت سريع جدا جدا، من اسرع اللاعبين الموجودين جدا فعلا جدا الله. جدا يعني كابتن مصطفى عبده ربنا يديله الصحه قال لي انت لو هتلعب ناحيه اليمين هتبقى احسن من كده 100 مره. قلت له يا كابتن، لا شهاده في السرعه من كابتن مصطفى طبعا، ما فيهاش كلام. وقال لهم في النادي، قال لهم لو لعب اصلا بلعب بالرجل اليمين، كنا نلعب ناحيه الشمال، فدي برده الحمد لله كانت قدرات عندي واكتشفها الخواجه. فانا طبعا رحت لازم العب في المكان دوت عشان ابقى متواجد، ولما لقيت نفسي ماشي كويس كملت فيه، والحمد لله اديت دوري طبعا من حكم الجماهير. رؤيه يعني فنيه، يعني مستر فايتسا من المدربين المدراء الفنيين اللي اشتغلوا في مصر، اللي الكل بيشهد انهم من اللي عملوا نقله في كره القدم في مصر، بتتكلم عن حد من اصحاب الخبرات الكبيره جدا يعني. ده بروفيسور الماني هو بقى مستشار فيما بعد الاتحاد الالماني لكره القدم، استاذ باكنباور، ده اول وحيد لما جه مصر ليه بصمه ليه، دخل طريقه 3-5-2 وساعات كنا بنعكسها 5-3-2. فواحد عنده فكر جه مصر ساب حاجه لمصر، ساب طريقه لعب، وكابتن الجوهري لعب بعد كده بيها في كاس العالم. فالراجل ما شاء الله ما شاء الله كان في كره القدم عالي جدا جدا يعني، وكمان على مستوى عالي من الايه، من التعامل مع اداره النادي الاهلي، يعني برضو راجل ما انسالوش حاجه، كان اشتغل في النادي الاهلي من المدربين اللي فعلا تجيب السيره بتاعته بالذكرى الحسنه.
فتره كان مشي من النادي لان الجوهري قال هنلغي الدوري ونلعب كاس الاتحاد السنه الثانيه، قال انا ماليش دور خلاص، انا جبت دوري وجبت كاس وافرقسيوي. بس تثق بقى في ان حد بالخبرات دي فنيا لما عينه تشوف ان هنا اللاعب في الوقت ده صديق الجمال انه افضل في المكان ده، تثق في اختياره، شفت انك نجحت في المكان اللي اختارك له. طبعا ما انا بقول لك دي ما تجيش من فراغ، بس برضو بفضل الله ان الخامه اللي معاه زي بيقول القماشه ساعدته انك نفذت اللي هو عايزه وقدرت تنجح. عندي الحته الدفاعيه كويسه، عندي الحته الهجوميه كويسه، كنت بكمل، كنت انا بلعب قدام الكابتن ربيع ياسين كان هو يطلع يكمل عند الكوره انا تلاقيني على طول تحتيه، ممكن على طول بتلاقيني تحت بقيت باك ليفت واطلع، يعني الحمد لله اي حاجه كان مهام بيطلبها مني. يعني انت شوف حضرتك حتى قدامنا صور اهو للتشكيل اللي كنت واحد منه في الوقت ده. يعني نجوم فريق، كله نجوم الجيل ده من اللاعبين طبعا، لعبنا كله مواهب. يعني لعبنا ثلاث ماتشات اهلي وزمالك في شهر واحد، كسبنا 1-0 بتاع علاء ميهوب، كسبنا 2-1 بتاع ربيع ياسين وطاهر ابو زيد، وتعادلنا معاهم ثلاث ماتشات، وفي ماتش ثاني لعبته مع كابتن اساس بس لعبت 25 دقيقه او 20 دقيقه بس مع الخواجه، ثلاث ماتشات اهلي وزمالك، اللي بيلعب ماتش واحد اهلي وزمالك في الفتره دي كان يبقى ما شاء الله يعني من نجوم الفريق. حسب له انا الثلاثه، وبعدين الحمد لله. بص حتى في اللقطه دي اللي كانوا بيلعبوا عليا في نادي الزمالك الحمد لله يعني ايه كنت بادي عليهم كويس جدا جدا، مع احترامي ليهم يعني. ف انهم برضو الجيل ده نجوم مواجه لكم في الزمالك كانوا لعيبه على مستوى دي في السعوديه برضو كابتن. كلمنا عن الصوره دي كان بطوله هناك عربيه، كان الهلال وكان في فرقه من السودان دي محمد سعد والكابتن ثابت الله يرحمه حماده صدي. انا مش باين في الصوره اللي معاك كوره، انا شمال الصوره مش طالع فيها، انا كنت واقف الناحيه دي كده. فطبعا كان جيل عظيم يا كابتن، واي حد كان يحلم ان يلعب في وسط النجوم دي، والحمد لله يعني برضو الواحد ايه ساب ذكرى كويسه عند جماهير النادي الاهلي، وعمري ما عملت مشكله في النادي، وانا يعني من الحمد لله اديت دوري ورحت بعد كده بقى ايه فين يا كابتن صديق؟ لان الناس كتير ما تعرفش عنك، يعني ظهورك قليل جدا لو ظهرت اعلاميا والناس قالوا اختفى. يعني ظهورك النهارده كمان ناس كتير عايز تعرف اخبارك، كانوا متابعين وبيحبوا الفريق ومتابعين وجماهير بتشجع الفريق طول الوقت، فحافظين النجوم اللي منهم الكابتن صديق الجمال. ايه الخطوات اللي خدتها في حياتك العمليه بعد كده بعد فتره الكوره؟ لا انا الفتره الحاليه بحلل في الممتاز بيه في قناه، وبطلع برضه في قنوات ثانيه، وجيت كذا مره في قناه الكاس حللت مباراه للاهلي بطوله افريقيا. بس لا ده الفتره دي قبلها كنت بس الاول ما كنتش يعني بحب الظهور، وانا من النوع اللي كان فيه خجل شويه، بس لقيتها ما ينفعش كده لازم اطلع. والحمد لله شجعني كمان الفتره الاخيره بتاعت الانتخابات، طلعت شهر كامل كان الحمد لله الواحد كان ايه عملت كان ايه المفروض اعمله يعني. لما طلعت رحت الاتحاد السكندري بعد النادي الاهلي، عملت معاه موسم كويس جدا جدا، وبعد كده جالي عقد في لبنان، لعبت هناك ثلاث مواسم وعملت شغل كويس جدا جدا هناك كلاعب. خلصت الثلاث مواسم اتجهت للتدريب، مرنت هناك 15 سنه ومسكت فرق كويسة جدا في لبنان زي الصفا، ومسكت البرج 5 سنوات دوري ممتاز، ومسكت برضو مدير قطاع ناشئين، ومسكت المبرة والأخاء والريان. يعني عملت كارير في التدريب في عالم كرة القدم. كان معايا كابتن زيزو، كابتن عبد العزيز عبد الشافي كان هو ماسك النجمة، وكان معايا دكتور محمود سعد، وكان معايا في اللعبة كان معايا أحمد عبد اللطيف وأشرف قاسم وطارق يحيى من بتوع الزمالك يعني، وكابتن عصام بيجا الله يرحمه كان موجود، كابتن جمال عبد العظيم. يعني الحمد لله عملت بصمه كويسه جدا في لبنان في الحته التدريبيه، وصعدت فرق من الدرجه الثانيه على الاولى، انا معايا سي في كويس الحمد لله. طب ليه حضرتك ما خدتش التجربه دي بعدها في مصر؟ يعني ليه ما شفناش كابتن صديق جمال وهو بينتقل ليصبح مدير فني لفريق في مصر من الفرق اللي شويه بعيد، يعني بتنافس ولكن من بعيد في الدوري الممتاز او في اخر الجدول، او ربما فريق في القسم الثاني، وتبدا من خلال الجمهور يعرفك هنا. ما انا هكمل حضرتك. فجيت بعد كده ايه رحت الامارات، قعدت 3 مواسم نادي الحمريه فريق اول تحت المحترفين زي الممتاز بيه، ودربت نادي راس الخيمه في القطاع الناشئين، ودربت نادي الاماراتي الاماراتي، وبعد كده رحت السعوديه دربت في نادي الطائي ودربت في نادي الامل. فلحمت في التدريب بره الوقت ده خدني، اشتغلت موسم واحد او 3 اشهر مع نجوم المستقبل واللي هو فيه الاستاذ محمد طويله، وبعدين رحت معاهم بلغاريا ورومانيا لعبت بطوله وديه هناك، وجيت من هناك دي بعدتني شويه. لو الفتره دي كلها اشتغلت في مصر في الكوره كانت فرقت معايا كاسم انا كسي في مدير فني هنا كسي في مصر. لان كل زمايلي من جيلي يعني انا مثلا طارق العشري جيلك بقى من اللاعبين اللي بقوا مدربين في طارق يحيى في ناس اكبر مني، طارق يحيى اكبر مني، طارق العشري في نفس سني، ايهاب جلال اصغر مني، يعني في ناس بالنسبه لحته السن وكده
هم اشتغلوا كملوا هنا المسيره. فانا حته البعد دي فرقت معايا، بس الحمد لله انا سبت بصمه في الحته اللي كنت شغال فيها. بس لازم كان ان انا اشتغل في مصر. طب سؤال، هل هنا طموحك ان الفتره الجايه عشان تعمل لنفسك اسم او كارير كمدير فني في مصر لو رغبت في ده، انه لازم تحاول تنزل درجه؟ يعني تحاول، هل مثلا ممكن تفكر في مهمه المدرب العام لفتره مع مشكلة فريق علشان يعني؟ لا انا بنفكر بس نعرف مع المشاهدين بتفكر ازاي. نتكلم يعني بامر واقع. لو جالي انا مدرب عام يعني مثلا الكابتن مثلا رمضان السيد شغال في حته ممتاز او اي حد من ولاد النادي الاهلي وقال لي تعالى معايا مدرب عام، هروح معاه. مفيش اي مشكله، اصل انا ما اشتغلتش هنا. اللي ما اشتغلتش الا مع نجوم المستقبل بس. فلازم اكون واقعي مع نفسي. انما انا لو انا كنت بعد ما خلصت كوره اشتغلت كملت هنا، كملت في التدريب هنا. الحمد لله انا عندي فكر وعامل دورات تدريبيه والسي والبي كل الدورات انا عاملها الحمد لله. جالي فتره كنت هشتغل في النادي الاهلي، بس برضو ايه فرقت معايا، كانوا مطلعين نظام قال لك لازم يكون ايه في الاكاديميه الاول. فقلت بعد العمر ده اكاديميه ايه يعني؟ اروح الاكاديميه. لقيت التجربه صعبه اني ارجع دلوقتي الاكاديميه. واروح بعدين. انا بصيت برضو على القطاع الفتره اللي فاتت، مش الموسم، مش الفتره دي، القطاع اللي كان في النادي الاهلي كان برضو فيها حسابات تانية. انا من نوع الكابتن اللي منطوع على نفسي جدا، وما بحبش اقول لواحد ايه والنبي انا عايز ايه، لو سمحت شغلني. انا بعت السي في، كان الكابتن ماهر هو اللي كان واخد الموضوع على عاتقه وكان نفسه ان انا اشتغل في النادي الاهلي، بس ما حصلش نصيب. في سكوت تام، ما فيش مشكله، انت جاي مسافر بره تاني. لو تيجي فرصه هتناسبني وهتناسب المكان اللي انا فيه. ما انا قلت لحضرتك ايه، انت تحكم على ايه؟ بالملعب وبالدراسات بالدورات وبالاسمك وشخصيتك في الملعب. لما تروح تشتغل في مكان لو ما توفقتش، مش انت المرغوب فيك، من حقك تمشي. طب سؤال تاني يا كابتن صدقي، معلش يعني معذره ان انا أمرك. بحاول اعرف كل بالعكس دي حاجه تسعدني، بفكر فيها ازاي سعدني. لان اكيد الجمهور بيسال عن ده كمان، اللي بيتابع حضرتك دلوقتي مشاهدينا بيفكروا بنفس الطريقه. لو جات لك فرصه تاني في النادي الاهلي ولكن في قطاع من قطاعات الناشئين او في مرحله من مراحل الناشئين، ودي رؤيه طبعا بتبقى المجلس الاداره والمسؤولين عن قطاع الناشئين، يعني امور تعاقديه ولها اجراءاتها اللي احنا ما بنتدخلش فيها بالتاكيد، لكن لو شافوا ان مكانك في الوقت ده عايزين يشوفوا كابتن صديق كمدير فني في مرحلة من مراحل الناشئين او في الاكاديميه، وعندك الثقه والدورات والخبرات اللي قلت من خلالها انا خلال سنه او اتنين هتنقل نقله ثانيه خالص في التدريب طبعا، هل ده مقبول ولا مستبعد بالنسبه كابتن كابتن محمد؟ انت بتتكلم كلام منطقي وواقعي. ما اقدرش اجادل معاك اقول لك لا دي اسئله على فكره، ممكن تقول لي موافق او رافض. اسئله وفي نفس الوقت ليها ايه، اسئله باجابه. ده سؤال في اجابه جواه اجابه من غير ما انت تقصد. ما انا كنت في لبنان، ما كابتن زيزو هو المسؤول عن نشاط الرياضي في النادي الاهلي. عارف مين صديق جمال؟ انا اخوه الصغير طبعا. عارف مين صديق جمال؟ كان هو ماسك فرقه وانا ماسك فرقه مدير فني درجه اولى. مش عايز اقول لك يعني، انا بفضل الله ما ينفعش حد يتكلم عن نفسه. بوكير، كابتن محمود سعد، الناس دي كلها حصل مواجهات مباشره، وبفضل الله بفضل الله تفوقت عليهم في الدوري اللبناني. بس ما ينفعش اقول كده عيب، لان الناس دي اساتذتي وكبار في السن وليهم كل احترام وتقدير. بس الكابتن زيزو عارف ان انا الحمد لله اشتغلت في المكانه دي في كل الدول العربيه. لا لو انا عطيته السي في وهو ما يعرفش مين الكابتن صديق هيسال عليا، انما هو طيب عارفني. هو افضل مثال حضرتك دلوقتي ذكرته هو كابتن عبد العزيز عبد الشافي، لانه معروف ده قدوه ليا ومثل اعلى يعني. طبعا هو قدوه لمدربين كتير وشخصيات كتير من جيلك كابتن صديق، وفي نفس الوقت معروف قد ايه هو محب للاخرين طبعا، بيحب يساعد الناس ويستخدم كمان الكفاءات. فكابتن زيزو ينطبق عليه انه من الشخصيات اللي ممكن تستعين بيك لو لقيت ان الورق والخبرات مترجمه والدورات التدريبيه بتقول ده. هو راجل تفكيره علمي واكاديمي الى ابعد مدى طبعا. لا وبتاع كوره، لعيب كوره وفاهم طبعا وتاريخه كبير كابتن. لعيب كوره، اي مسؤول في النادي الاهلي ما يكون لعيب كوره هيفرق مع النادي الاهلي 190 درجه. من اول رئيس النادي لحد اصغر واحد في الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي. اللي ما لعبش كوره هيتعبك هيتعبك جامد جدا جدا. اصل الموضوع يعني ايه، مش محتاج يعني مثلا حد يجادل فيه، دي معروفه. يعني متفائل ان هتلاقي ممكن تجد فرصه مناسبه لخبراتك اكتر مع مجلس الاداره الحالي بقياده الكابتن الخطيب؟ كابتن، ما انا مش عايز اقولها، مش عايز اقولها لسبب. لا انا بسالك، انا اللي بطرح الاسئله عشان اعفيك من اي حرج. كابتن انا كنت، ما مش عايز حد يقول ايه ده بيعمل كده عشان كان قبل الانتخابات كان كده. لا انا بحب النادي الاهلي، بحب كابتن الخطيب، وربنا يعلم الواحد عمل ايه. او مش عايز حد يقول ده بيسوق نفسه، يا رب ما اشتغلش في الاهلي، يا رب ما اشتغل. انا بدعيها قدامك على الهواء في احسن قناه انا بحبها وبقدرها، واحسن نادي في مصر وفي الدنيا كلها. يا رب ما اشتغلش في النادي الاهلي عشان ما حدش يحط دي قصاد اي حاجه. انما النادي الاهلي عايزني انا خدام النادي الاهلي في اي مكان. انا يا كابتن بص اقول لك على حاجه، يا الواحد جسمه بيقشعر. انا في ناس من الاسيوطي كلموني يا كابتن عشان انا اشتغل في نادي الاسيوطي في حته معينه،
لقيتها مش هتناسبني. شكرت الكابتن هادي خشبه جدا ان هو فكر فيا، شكرته جدا، وان هو شافني انا كذا مره طلعت في الفضائيات، فحاجه حاجه دي تشرفنا تسعدنا. انما النادي الاهلي في اي مكان في النادي الاهلي هنخدم النادي الاهلي بدون اي حاجه، ودي حاجه تشرفني. واكيد النادي الاهلي بيسعد بابنائه واصحاب طبعاً. الخبرات منهم والمؤهلين طبعا الكلام. بس مش عايز اربطها يا كابتن محمد. لا طبعا أرجوك. لا 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 طبعا لا لا بالعكس أرجوك. ده موضوع جانبي شيل عنهم الحرج. انا بس الكلام فرض انا بعرفش النادي الاهلي على فكره، ما بعرفش النادي الاهلي. هي بس كلامك عن خبراتك السابقه يعني كان بيفرض علينا نسال في الاتجاه ده، اكتسبت خبرات ايه واشتغلت قد ايه بره مصر وراجع حلمك في الكارير في الفتره الجايه في مجال العمل ايه. لكن هنرجع للتراك الاساسي او مسار الحوار الاساسي، خبراتك وذكرياتك ونجاحاتك مع النادي الاهلي. خلينا نشوف مع حضرتك ومع مشاهدينا هذا التقرير، تقرير أشرنا إليه في الأخبار اللي بدأنا بيها حلقتنا النهاردة، وبنتكلم عن استقبال وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الفيفا في النادي الأهلي ولقائهم مع المدير التنفيذي للنادي الأهلي وتواجد الأهلي في كل مكان وحرصوا على التواصل مع كل الكيانات الرياضية في العالم اللي بيكون ممثلون عنها موجودين هنا في مصر. ده بالتأكيد بينطبق على التقرير التالي هنشوفه مع حضرتك. فيفا بتعمل افلام وثائقيه لجميع ال 32 فريق، جميع الفرق التي تاهلت لكاس العالم في روسيا 2018. فهم مقسمين الفرق لمجموعات عمل. فمعانا النهارده كريستيان وجون جايين، هم ليهم 10 دول من ضمنها مصر وتونس من افريقيا، وكمان والباقي بقى دول امريكا اللاتينيه وامريكا الوسطى. فهم قبل ما يجوا هنا كانوا راحوا صوروا في الارجنتين، بيصوروا عن استعدادات الدوله نفسها لكاس العالم. فبالنسبه لمصر فهم كانوا قبل كده عملوا مقابله في الارجنتين مع هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، وبعدين بيعملوا لقاءات يعني مع بعض من اللاعبين المحترفين المصريين في الفرق الاوروبيه، وبياخدوا مجموعه من اللاعبين اللي هم موجودين بالقاهره. فالزياره كانت النهارده مع النادي الاهلي مجموعه اللاعبين، بعض اللاعبين المحترفين بالمنتخب. فهم احنا يعني تم طبعا تنسيق الزياره مع مدير المركز الاعلامي الاستاذ جمال جبر، وقلنا له طلب الفيفا التحدث مع بعض اللاعبين والقاء الضوء على المشاركه. وهم اختاروا بصراحه كمان يعني اللاعبين من النادي الاهلي، لان هم بيعتبروا ان النادي الاهلي هو مؤسسه كبيره، وان على مدى العصور دايما كان قوام المنتخب الوطني مش بس لكره القدم ولكن لجميع المنتخبات ايضا حتى منتخبات الناشئين قوامها دايما اكثريه اللاعبين بتنتمي الى النادي الاهلي. فعلشان كده النهارده كانت الزياره موجوده. هو زي ما قلنا هو بيقول ان دي مبادره ابتدتها الفيفا من 2002، ان قرروا ان هم يعملوا ده يصبح البرنامج الرسمي والاستعداد القوي لكاس العالم، بان هم يعملوا افلام وثائقيه عن الفرق بحيث ان هو بيكون ماده في المية وفيها ماتيريال كبيره عن الفرق المشاركه والفرق دي ازاي اتاهلت وفكر اللاعبين وفكر المدربين وازاي هم تاهلوا وماذا يعني التاهل لكل دوله والجماهير، يعني ازاي المنظومه كلها. وده يبقى ان هم هيعملوه على 16 حلقه، كل حلقه بتضم فريقين علشان تبقى ماده خصبه للاعلاميين وللجماهير يشوفوها عن طريق الفيفا، عن طريق موقع الفيفا. وده هيكون قبل انطلاق كأس العالم فالناس تبقى عارفة، وهيستمر هذا البرنامج أثناء كأس العالم بحيث أن هم يمدوا جميع الإعلاميين وجميع الجماهير بكل المعلومات اللي ما يقدروش يحصلوا عليها لو هم مش موجودين هنا. And what are the expectations? Well, in my case, طبعا ان هو بالنسبه له مش بس ان هو شغله مع الفيفا تي في، ولكن هو شغله كمان من الارجنتين، هو بينتمي للارجنتين وشاف هيكتور كوبر وهو بيلعب وهو مدرب، وهو بالنسبه له كان لاعب كويس قوي، لاعب كبير وكمان مدرب كبير، وان هو بالنسبه له ان هو يعمل مع المنتخب المصري ويقدر ان هو يحقق النجاح ده مع المنتخب المصري. هو مش بس بيشتغل مع منتخب عادي لكرة القدم ولكن منتخب مصر، منتخب كبير،
وقدر ان هو يتبع خطوات او تكتيك واسلوب المدير الفني هكتور كوبر اللي اشتغل معاه، وبالتالي حقق هو نتيجه عظيمه ليه ونتيجه عظيمه للمنتخب الوطني، وان هو يعني شايف ان هم وصلوا مع بعض لمرحله مهمه، ويعني بيتمنى ان هي طبعا تكتمل. مشاهدينا، كنا بنتابع مع حضراتكم هذا التقرير واللقطات اللي قدمت لنا بعض التفاصيل عن اللقاء اللي تم بين المدير التنفيذي للنادي الأهلي ومجموعة من ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبنواصل الحوار مع ضيفنا ونجم النادي الأهلي السابق الكابتن صديق جمال. كابتن صديق، هنخرج شوية عن إطار الحوار عن ذكرياتك ونجاحاتك السابقة مع النادي الأهلي للتعليق على محتوى التقرير ده. منتخب مصر والاعداد له، الفيفا بيحضر طبعا، مجموعه من الفيفا بتحضر او بتشتغل على فيلم وثائقي وتسجيلي عن نجوم الكره المصريه وعن منتخب مصر قبل المشاركه في نهائيات كاس العالم في روسيا 2018 ان شاء الله. شايف ازاي فرص المنتخب؟ شايف ازاي مشوار المنتخب في الفتره اللي فاتت والمع نجوم هذا الجيل من لاعبي المنتخب؟ المنتخب طبعا الحمد لله الجيل اللي موجود جيل يحسب له يعني بالكفاءه، وبالنسبه للمدير الفني برضه على مستوى عالي جدا. انا بقول نجح في مهمته ان هو وصلنا نهائي افريقيا ووصلنا لكاس العالم، دي حاجه كويسه جدا جدا تحسب له. الجيل دوت جيل ممتاز، ان كان المحترفين زي صلاح زي النني زي كوكا زي تريزيجيه زي رمضان، مجموعه لعيبه بسم الله ما شاء الله. حتى المجموعه اللي هي المحليه اللي هي بتلعب في الدوري المصري زي عبد الله سعيد واحمد فتحي والشناوي وعلي جبر، وكان حجازي طبعا لما احترف بره، مجموعه كويسه جدا جدا. انا شايف ان الخواجه ليه سيستم حته اللعب معين، الناس كانت معترضه عليه في الاول، بس انا شايف ان هو نجح بدرجه امتياز، لان كونه يوصل للنهائيات افريقيا ووصل لتصفيات كاس العالم دي حاجه تحسب له وتحسب للعيبه وتحسب لاتحاد الكوره ان اختياراته كانت صح، رغم ان انا من ضمن الناس جيت فتره كنت بهاجمه على طريقه لعبه وكده. الفتره اللي جايه صعبه جدا بالنسبه له لان ده كاس عالم، ما فيهوش بقى ان انت تنزل تلعب مثلا بتامين دفاعي قوي، تلعب اول حاجه المباراه الاولانيه مع اورجواي، اول مباراه مع اورجواي مباراه مهمه أعتقد جدا، اعتقد انها كمان اصعب مباراه بالحسابات، صعبه بس صعبه وفي نفس الوقت ممكن بتبقى صعبه، لان انت عندك من الخبرات اللي هي تؤهلك ان انت تادي اداء كويس. المحترفين اللي معاك وعلى راسهم برضه، مش بعتمد كل حاجه على صلاح، بس هو زي ما بيقولوا هو اللي في الصوره يعني، الناس هتعمل لك حساب. منتخب الاردن مع حسام حسن اتعادل معاهم 0-0 في التصفيات، وكان على اللي يخش على النهائيات كان يا الاردن يا اورجواي، صح ولا غلط؟ فانا بتكلم على حته ان احنا معانا منتخب كويس، معانا لعيبه كويسه، دي المدير الفني مستر كوبر. عندنا مباراه وديه حوالي مباراتين، الاستعداد جيد جدا ليهم، المفروض يكون في اضافه. لو في اضافه انا كان نفسي ان هو ياخد يعني عنصر او عنصرين الفتره اللي هي اللي احنا بنتكلم فيها، لان انا حته مروان محسن هو لو جاهز كان لازم ياخد راس حربه، هو المكان ده الوحيد اللي عامل توتر شويه وقلق. بس الحقيقه مروان رغم كفاءته ان احنا بنتمنى له يرجع بقوه ويبقى اضافه، الحقيقه هو بعيد بقاله فتره طويله، يعني ان شاء الله يرجع بقوه ورجع ويتدرب مع الفريق، بس مشوار علاجه اخذ وقت طويل جدا، فاكيد افقد جانب كبير من حساسيه المباريات وجاهزيته الفنيه، فدي مش في صالحه ومش صعب اختياره على المدير الفني. مش مديه باور، لكن ربما يبقى في حاجه استثنائيه ويكون في الحسابات، مش مديه باور لمستر كوبر ان ياخده عشان هو بعيد وغصب عنه الاصابه حرمته. بس في على فكره اللعيب اللي جاي من النادي انبي ده لعيب كويس جدا 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 جدا، لعيب على مستوى عالي، عنده سرعات، بيسجل، بيوصل بسرعه، عنده تحركات، يعني في المواصفات اللي هو ممكن يبقى فرود، بس مش هيروح يلعب اساسي. هي اصلا ثلاث مباريات اللي هم التصفيات، لو كان في فرصه كان يلعب ماتشين ثلاث ماتشات يكون على قد مستوى الحدث كان ياخده، كان يفرق معاه. كان في عمر السعيد اللي كان في الانتاج الحربي وراح، بس للاسف الشديد الولد ده لو كان في الاهلي او في الزمالك كان ممكن كان خده على طول، لان كان هيبقى عنده المواصفات ان هو لما يروح المنتخب مش هيبقى فيه هيبه، كان هيخش بسرعه مع المنتخب. تقصد انه دايما دخول النجوم من الانديه الجماهيريه بتفرق. زي الاهلي والزمالك اسهل، بتفرق، بيركب مع الفرقه بسرعه، وبالذات ايه في احتكاكات، في مشاركات افريقيه، هتلاقي اللعيب عنده خبرات مختلفه، هيربط على طول مع اللعيبه بتاعه المنتخب. بس انا بقول حتى لو ما خدش حد، اللي في لعيبه كويسه في المنتخب، وان شاء الله باذن الله يشرفونا في كاس العالم. ومستر كوبر حته طريقه اللعب انا عارف هيتعامل مع كل مباراه
بطريقه معينه، لان منتخب اوروجواي غير السعوديه غير المنتخب الروسي، بس برضو التصنيف ما يخدعناش. يعني عندك اوروجواي وبعدين احنا وبعدين السعوديه وبعدين المنتخب الروسي في التصنيف الرابع بالنسبه للتصنيف على مستوى العالم. بس اللي على الورق شيء يا كابتن، واللي على الملعب شيء ثاني. هو كابتن صديق، اعتقد دي حلاوه كره القدم. شوف حضرتك نجم سابق وعندك خبرات، وتقول انا كنت مش مختلف مع هكتور كوبر المدير الفني، ودلوقتي راضي عن الاداء وشايفه نجح بامتياز. كابتن عصام عبد المنعم وهو ما هو في عالم كره القدم وفي تاريخ كره القدم، قال في حوار سابق يمكن في نفس البرنامج الاسبوع الماضي، قال انا مش مقتنع ومش راضي عن التوجهات الفنيه. لا هو غير راضي عن طريقه اسلوبه فنيا كمدير، عن هكتور كوبر قال انا مختلف معاه، او مش فاكر العباره تحديدا، بس قال انه مش مقتنع قوي وانه لا يتوقع، وقال لا اتوقع ان نتجاوز الدور الاول، واتمنى طبعا ان احنا نتجاوز وننجح ونوصل لابعد افاق ممكنه في البطوله في المونديال. لكن هنا الاراء اللي بتختلف وبيحسمها وجهات نظر كلها تحترم. لكن الارقام دايما زي ما حضرتك قلت هي اللي بتحسم طبعا. يعني دلوقتي الارقام هي معيار القياس. لو حد هاجمه في الفتره الاولانيه، انا مش هاجمته وانا طلعت باكتر من قناه في مصر يعني، واتكلمت على طريقه اللعب فيها عقم شويه الحته اللي ورا، وما ينفعش اجيب احمد فتحي الراجل بيلعب طرف العبه في نص الملعب. يعني لو حصل مشكله للنني او لطارق حامد، معقوله منتخب مصر في اللعيبه دي كلها والانديه المصريه كلها وبالمحترفين مش قادر اجيب لاعب محور، لو واحد من دول سقط مني العبه، اجيب احمد فتحي بيلعب على الطرف العبه في الحته دي. دي كانت ضد المدير الفني، بس مش اي حد يلاحظها الا اذا كان واحد مدرب حد في مجال الكوره، انما ممكن تعدي على اي مشاهد عادي. انما لما الراجل ده بيلعب بالطريقه دي ونجح نهائي امم افريقيا، احنا بقى لنا ثلاث مواسم ما دخلناش افريقيا مظبوط ولا التصفيات، لعب نهائي افريقيا وراح كاس العالم، لازم ترفع له القبعه. طب اخيرا هنا برضو في الجزء الخاص بالمنتخب برضو الاراء بتختلف. شوف حضرتك بتقول اعتقد ان مفيش بقى تهاون وان مفيش فرصه وما ينفعش نبقى متكتلين دفاعيا في نهائيات المونديال الفتره الجايه غير اللي فاتت، تتوقع تغيير في الطريقه الفنيه اكيد، ونسمع اراء ثانيه بتقول أكيد. الراجل نجح بالطريقه دي ووصل بالطريقه دي فمش هيقدر يغير. لا مش هيلعب دلوقتي. لا مش هيلعب، متوقعين يلعب بنفس الاسلوب. لا انا متاكد ان هو هيغير من سيستم لعبه حتى لو حاجه بسيطه في بعض اللي في الملعب، الخطوط اللي في الملعب. اصل لو انت سبت طارق حامد ولا النني وحد يفضل يلف بالكوره يعمل كده ويدور وعلى بال ما يلف ويفكر هيعمل ايه في كاس العالم، هتلاقي الناس بتدوس عليه. كابتن محمد سرعات قوه حاجات رهيبه بره، يعني امكانيات فنيه عاليه جدا، ده كاس عالم يعني اعلى مستوى بالنسبه للكوره في العالم. فلازم انت طريقه اللعب تناسب الناس دي، ولما تلعب قدام السعوديه غير ما تلعب مع قدام اوروجواي. يعني متفائل ان شكل الاداء هيبقى فيه توازن هجومي اعلى او درجه اعلى من الهجوم مقارنه بادائنا في التصفيات وفي المباريات. ونفسي كان يثبت راس حربه ثابت في كاس العالم، بحيث الناس اللي تيجي من ورا لو كان كهربا او صلاح او رمضان او تريزيجيه، انا ما بحبش ان صلاح بينجح بره. نعم. طريقه اللعب مختلفه بره، في فتنس عالي جدا اعلى من اللي عندنا، في سرعات، في قوه، في قوه مميزه بالسرعه، في كل حاجه موجوده في الدوري الاسباني في انجلترا. انما عندنا الدوري معلش يعني حدث ولا حرج، النادي الاهلي بنص مستواه وراكب الجدول ب 20 بونت اخيرا بره غير مصر. كابتن صديق احنا بنختتم الحوار، الفتره الجايه الجمهور هيتابع ازاي كابتن صديق الجمال، والاقرب ان احنا نشوفك فيه في الوسط الرياضي مجال ايه في الفتره الجايه؟ يعني ان شاء الله الفتره الجايه بتمنى ان شاء الله لو جات لي حاجه كويسه في المستوى التدريب اكون متواجد، جاب لي حاجات اداريه في اي مكان موجود في مصر هتليق بيا اكيد هرحب طبعا. انا بتمنى اكون متواجد الفتره الجايه، لان قعدت فتره كبيره بره ودي دفعت ثمنها يعني فرقت معاك. نسعد بيك وبكل ابناء ونجوم النادي الاهلي السابقين والجيل الحالي والاجيال القادمه ان شاء الله، ونجاحات مستمره للنادي الاهلي في كل مكان. التواجد النادي الاهلي بارقامه بطولاته ابنائه الاسماء اللي حققت يعني على مدار اجيال متعاقبه بطولات ان شاء الله تستمر في الفتره الجايه، وسعداء جدا بوجودك معنا النهارده نجم النادي الاهلي السابق كابتن صديق الجمال. بشكرك شكرا جزيلا. سعيد جدا كنت مع حضرتك، وان شاء الله الف مبروك مقدما دوري النادي الاهلي باذن الله، واتمنى التوفيق لكابتن حسام بدري ومجلس اداره النادي الاهلي، وان شاء الله يكون الاهلي في تقدم على طول باذن الله باذن الله ويتكرر لقاءنا مع حضرتك في الفتره الجايه ان شاء الله. شرف لي ان شاء الله. مشاهدينا نهايه هذا الحوار، ولكن فقراتنا مستمره والحوارات في الاهلي في كل مكان مستمره. فاصل ونعود، لسه في مجموعه من التقارير والاخبار المصوره اللي هنعرضها على حضراتكم في الساعه القادمه ان شاء الله، وايضا لقاء مع كل من الناقد الرياضي الاستاذ محمود صبري
والناقد الرياضي الأستاذ محمد القوصي ومناقشة العديد من الأخبار اللي عرضناها والتقارير، فضلا عن عدد من التساؤلات حول أبرز القضايا الموجودة في الساحة الرياضية والوسط الرياضي والكروي في هذا التوقيت. فاصل ونعود.